السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محمد الله يحييكم على الهواء مباشرة من قناة الوطنية، وأقدم لحضراتكم حلقة الليلة من برنامج كلام في السياسة. مشاهدي الكرام، موضوعنا الليلة، وأستسمحكم مكرر لأنه في الأسابيع الأخيرة كثر الحديث حول ما سمي بقضية مدرسة نسيب، وعولجت هذه القضية بأبعاد مختلفة سياسيا وإعلاميا وشرائحيا، واختلفت الآراء حولها. كنا نود أن نناقشها الليلة بحضور مختلف الآراء ومختلف الأطراف التي شاركت من قريب أو بعيد فيها، ولكن ظروفا خارجة عن إرادتنا منعت إكمال هذه الصورة. أولا أرحب بضيوفي الأستاذ سعد بوه والشيخ محمد المدير الناشر لموقع الوسط الإخباري، أهلا وسهلا بك. شكرا. وكذلك أرحب بالدكتور سعد الوليد نائب رئيس حركة إراء الناطق الرسمي باسمها، وكان من المفروض أن يحضر معنا الصحفي ددة عبد الله رئيس شركة أراك، شركة الإنتاج المعروفة المسؤولة عن تنظيم البطولة في موريتانيا، وكذلك الصحفي والناشط أحمد للوديعة، وهو من المهتمين بالموضوع وواكبوا من بدايته إلى نهايته، وحتى أن شرايا وتداعيات الموضوع وصلت إلى برنامج الصميم، وهو برنامج مقدم الصحفي أحمد الوديعة، تم إيقافه بأمر من الهبة، وهو أمر ندينه ونتضامن مع برنامج الصميم ومع مقدمه، وكنا نتمنى أن يحضر أو أن يعتذر في وقت مناسب، إلا أنه للأسف الشديد اعتذر الساعة 8:23 كما اعتذر الأستاذ عبد الله الساعة 7:03. على كل حال لو كان بأيدينا لحضروا، ولكن لهم أعذار. الأساتذة اللي حضروا معنا طبعا بنحاول أن نناقش الموضوع، نعوض غياب بعض الأطراف. طبعا أستاذ سعد بو، أنت كتبت في الموضوع، كتبت الموضوع تحت عنوان قناة الجزيرة تحاول السيادة الموريتانية، السيادة الموريتانية عبر وزارة التهريب. ما معنى هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. أولا شكرا لقناة الوطنية على هذه السانحة، واسمحوا لي أولا في البداية أن أؤكد أن موضوع هذه المدرسة كما تفضلتم أثير حوله الكثير من اللغط، وهنا سأتكلم على جانبين. الجانب الأول جانب فني، بمعنى ما الذي حدث بالنسبة لهذه القضية من بدايتها إلى نهايتها من الناحية الفنية البحتة بالوثائق بعيدا عن المزايدات. الجانب الآخر هو الجانب السياسي والإعلامي والدعائي والحقوقي إلى غير ذلك، ربما نتكلم. أولا هذه القضية باختصار بعجالة بدأت مراحلها كالتالي، وكل مرحلة أحدثك عنها يمكن أن أقدم لك وثيقة رسمية تثبتها. اتصل أول بداية الخيط، اتصل شخص معين سيريد اسمه لاحقا بالأمين العام لوزارة التهريب السابق إمام الشيخ العلي، وقال إنه يمثل قناة الجزيرة وطلب الحديث بخصوص هذه البطولة. رد عليه الأمين العام في حينه بأنه هو ممثل للوزارة وجهة رسمية ولا يتخاطبون إلا بوثيقة رسمية. أرسلت السفارة الموريتانية في الدوحة وثيقة قادمة من قناة الجزيرة إلى وزارة التهذيب الوطني بخصوص الموضوع. بدأت الخطوات من هنا، تجاوبت القناة وزارة التهذيب مع هذه الرسالة، وطلبت القناة لاحقا موافاتها من قبل وزارة التهذيب بالميزانية المفترضة لتنظيم البطولة في موريتانيا. هذه المراسلات كانت عن طريق شركة المنتجة؟ لا، والله كانت مباشرة، كانت عن طريق عبر السلم الإداري والدبلوماسي المعروف. الشركة المنتجة تريد لاحقا، الشركة المنتجة
ستريده في مراحل لاحقة. بعد أن أرسلت وزارة التهذيب رسالة لقناة الجزيرة دائما عبر السلم الإداري تبين فيها الميزانية المقترحة وطرق صرفها والإجراءات اللوجستية لتنظيم هذه البطولة، وافقت القناة. في مرحلة لاحقة أرسلت القناة رسالة تؤكد فيها أنها أن شركة أراك ستقوم بإعداد تقارير مصورة عن هذه البطولة، تقارير فقط. ولاحقا أرسلت رسالة أخرى تقول فيها بأن شركة أراك ستتولى العملية بكاملها، بمعنى أنها ستتولى الجانب اللوجستي لتنظيم البطولة في موريتانيا. وحينها في هذه المرحلة تحديدا تقريبا طلبت وزارة التهذيب الوطني من 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 شركة أراك أن تؤكد التزامها بصحة التلاميذ وبنفقتهم وبإقامتهم وبكل ما يترتب على هذه الإجراءات. فعلا قدمت أراك هذا التعهد، وقامت وزارة التهذيب ممثلة في أمينها العام بإغلاق الحساب البنكي الذي هو بالمناسبة ليس حسابا بنكيا شخصيا. بإغلاقه ولا فتحه؟ بإغلاقه، وطبعا فتحته. هي كانت فتحته. كانت فتحته. بس من حسابها؟ باسم مديرية التعليم الأساسي. هو حساب وأنا لدي وثيقة، ولدي وثيقة رسمية التي تثبت ذلك. نعم. لدينا وثيقة. حساب. من موقع هذا حساب بخمس. نعم شوف، يسعدني ان اؤكد هذه وثيقه صادره عن الامين العام موجهة للسيد سيد مدير قنوات الجزيره للاطفال، رقم حساب بنكي. يسعدني ان اؤكد لكم بان الميزانيه مبلغها هو 45172 الف دولار امريكي، تدفع في الحساب البنكي الخاص بمديريه التعليم الاساسي في وزاره، ورقمه كذا كذا كذا. إذن هو حساب مديرية التعليم الأساسي وليس حسابا شخصيا كما قيل. إذن ها هو يعني. أيوة واضح. يمكن موقع من طرف اليمين العام. طبعا من طرف اليمين العام. مختوم. ليس حسابا شخصيا. في هذه المرحلة بعد أن وصلت رسالة من قناة الجزيرة تؤكد فيها أنها أوكلت المهمة إلى شركة أراك، ارتأت وزارة التهذيب ممثلة في اليمين العام أنه لم يعد هناك ضرورة لفتح هذا الحساب، لأن الجوانب المالية ستكون بين قناة الجزيرة وشركة أراك. يعني الأمانة العامة في الوزارة. نعم. اقتنعت بإغلاق الحساب من تلقاء نفسها. نعم. والله هناك جهات ضغطت وقالت تقلقوا. لا لا لا، لم يكن هناك. الواقع هو ما فرض إغلاق الحساب. كانت الأموال كانت ستحول لوزارة التهذيب الوطني، والآن ستحول لشركة أراك باعتبارها الجهة المكلفة من قبل قناة الجزيرة، بالتالي لم تعد هناك دواعي لافتتاح هذا الحساب. طيب واضح، ثم نتوقفون. نعم. دكتور، هذه هي القصة تقريبا، قصة وزارة التعليم، ويبدو أنها في الورق أهون من هي في الواقع، لأن الاعتراف للشركة بتولي المسؤولية وتقديمها للتعهد هذا أخذ يعني شد وأخذ وعطاء بينها هي والوزارة، الشركة والوزارة. أنتم من زاويتكم كيف ترون الموضوع في هذه النقطة بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه الكريم. أنا سابق هذه القصة، لابد أن أخذ على قصتي أنا وأنت، قصتي أنا والوطني. بيلي أنا كيف تعرف تميت اليوم اللي اتصلتوا بي أنتم شخصيا ساعة متأخرة من النهار الساعة الرابعة، وقلتوا لي عن فيها أطراف المنتج والزميل وديع وطرف عن متبني وجهة نظر الحكومة أنهم جاي مستضيفين في هذا البرنامج، ولكن طالبين من احنا في حركة إيراء وفي التيار قاعد نتاقب بشكل عام على أن نعبروا عن وجهة نظرنا، هي اللي أنا وجهة نظري في تعبرت عنهم واعترضت وقلت لك أني ماني جاي، هي اللي أولا الوقت ضيق، ثانيا بي اللي فتقت لي سابقا. لا انا كنت اعتقد اني ضغط عليك ملبي به مطلب للاستاذ ددة عبد الله اللي طلب حق الرد وقال انه بوجودك او بغير وجودك. جيد. اعتقدت انا ان وجودك كان يكون اكثر فائده للموضوع. جيد. اذا
اعترضت بي اولا عامل الوقت حد لا يستضاف برنامج يلا يعود عالم بين نهارين سابق ذاك والله صحيح يا غير لبيت الطلب بلي انا مصر على الدفاع في هذه القضيه ومصر حتى اني نمشي فيها اني نحرك الدعوه العموميه ضد الاطراف كامله يسوى من هذيك الفاسده في الوزاره ويسوى هذيك المنتجه ويسوى الاعلاميه اللي تلاعبت بشاشرتنا وتلاعبت بماتهم وتلاعبت بلونهم وتلاعبت بشكلهم وهذا كامل عقب على 45,000 دولار انا نعود لا نبيع وطن والله نبيع لون والله نبيع جهه 45,000 دولار هذا مؤسف هذه واحده المساله الثانيه اللي وساتني نلبي هذا الطلب هو على الزميل دداي عبد الله مدير شركه اراك المنتجه فات كتب هو من نفسه بخط يمينه من الدوحه كتب اني انا سعد الوليد في برنامجي معاكم انتم عدلت 6 مقالطات وذيك المقالطات انه باذن الله يجي الموريتان يدور يعيط لي في برنامج بحضوري او بعدم حضوري هذا خط موجود الين حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه ولانني لا اتقاعس عن الحق ولا اختبئ وراء المؤسسات ولأنني مؤمن بعدالة قضية شعبي ولأنني مؤمن بما توصلت إليه كتبت له عبارة بسيطة أنه حمل بعير وأنا به زعيم أنا هون ماني طرف ندافع عن الحكومة بل الحكومة عندها جهازها الإداري وعندها جهازها السياسي والحزبي وقد يدافع عنها وعندها الصحافة تبارك الله المضبوطة اللي متنطحة والدافع عن ذاك كامل أنا ندافع عن أبناء جلدتي من المهمشين والمحرومين بقض النظر عن لونهم وعرقهم وهذه الشاشرة أنا مشيت شورهم وشفتهم وشفت مدير مدرستهم وطالبت بتكريمه والتقيت مع رجال رابطة الآباء التلاميذ وبحثت في الموضوع وتوصلت على أنه 45,000 دولار يتراوقوا عليها شيء من البيضان إذا بعد ما يلا الحقيقة كان الص زين على زميلي الذي احترمه اللي هو الددة عبد الله واحترم اسلوبه اللبق المحترم كان زين عليه الا انينا الرقي رقاص قالوا الناس انا قلت شي من الكلام وش من المغالطات ومشيتني المخابرات ومشيتني الدوله وندافع عن الدوله قبيل يجي هو اللي مدير الشركه ويبين المعلومات يبين على نحن على خطا ونتركتنا ما ولا عبيهم ونلوننا ما ولا عبيهم شوف ونختار يفهمها ويفهم الرأي العام على أن احنا قررنا وإذا قلتوه في مؤتمر سابق على أن لن يستخدم أحدا لون بشرتنا يا فيطا لتمرير المشاريع السياسية لا ينضيف لها الليلة أن ذا لوننا لوننا احنا هذا ولا قضيتنا ما لا يستخدم أحد لتمرير المشاريع الاقتصادية لا بيضاني ولا حرطاني ولا كوري ولا زعيم ولا مناظر. سيدي انتم اليوم اخر من يعلم قضيه الحراطين ما لم تعد تعنيكم. هناك قائمون بها ومتطوعون في العالم في الفضاء الافتراضي وفي الواقع. انتم كان لا وجود لكم، يعني قضيه الحراطين اليوم مطيه لكل حافي. شفت ذاك هو اللي وساني نكد ان هذه الحقيقه عرفناها. عرفنا عن قضيه الحراطين قبل النصارى بها الكراطيب الدافعين. قابلينهم الكوار وقابلينهم افطان الحراطين وهذا هو اللي قلنا انه ضده انا ضد ابتداء من طلبنا بالمراجعات الفكريه ضد على ان هذه القضيه لا يركبها رقاش وكنت نتمنى من رفاقي المحترمين وخصوصا الدده اللي خاطبني باسلوب لبق وانا قلت له لا كلمتين ونشرت خطابه كنت نختاره وعد موجود معنا ما هني انا نجاب انا ماني مشتاق التلفزه ولاني مشتاق الوطنيه قالوا انه بوتيك طب انت قضيتك مع الوطنيه ما هي طبيعيه هي ما هي طبيعيه بيا اللي وطنيه اليوم الوطنيه فات يبانوا الخلطه الشباب قالوا انه بوتيك ولا بوتيك تجي من الناس كامله وانا لا من الناس يا غير بعد ماني مابي عن نجي للساحل ولا نجي للشنقيط ولا مابي عن نجي للمرابطون ولا مابي عن نستضاف برنامج في الصميم الذي أندد أيضا من هذا المنبر بإغلاقه من طرف الهبار لأني أنا قناعتي
وقناعتنا احنا في الحركة الانعتاقية على الإعلام، حرية الإعلام أنها مسألة أساسية وضرورية لبناء الديمقراطية وتوصيل أصوات المحرومين. ونحن هون الراجل يدفع ثمن مواقفه من نسيبه. لا 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 يدفع ثمن مواقفه من نسيبه، ذاك سول عنه الهبة. أنا الهبة عندي معها قصة طويلة في قضية شنقيط وذاك اللي خرج فيها، وبالتالي نعرف ذيك الكواليس ونعرف ذاك اللي يدور فيها. غير أنا هون ماني قاعد في ذاك الصدد، أنا هو زميلي أحترمه هو وأقدره، هو عضو في التيار الانعتاق اللي هو وديعه من نفسه نائب رئيس بوكر المسعود، وإحنا نعتبره جزء منا وإحنا جزء منه، ولذلك أنا أسجل تعاطفي معه وأندده من منطلق على بناء الديمقراطية لا يمكن أن يتم إلا بإطلاق الحريات السياسية والحريات الإعلامية والحريات الحقوقية. يا غير مولي لا نقوله بكلام بضان عن العليات الجاهلين ولشاشر الجاهلين وتركة الأحراطين وقضية الأحراطين وقضية العبيد، ما يا الله يقوم مادة مثقفة عندها دراية واسعة وعندها ذراع إعلامية طويلة وتوظف وتهم الأهالي وتهم الأطفال أنهم ضحية لعملية هم جزء منها. وبالتالي لا نرد ما زلت على الأخ دداهي اللي ما هو حاضر، بما أنه ما هو حاضر لا نرد لا على ذاك اللي يكتب. واضح. طيب طيب نعود إليك أستاذ سعد بو. أنا أريد فقط يعني انتهاك السيادة الوطنية عبر وزارة التهذيب، هاي الجملة بتفصيل سأشرحها لك، ولكن أولا أود أن أؤكد لكم أنني لم أتي هنا متفرجا، لو كنت سألعب دور المشاهد كان من الأفضل أن أبقى في المنزل، لم أتي متفرجا على لا لا الشريف. حقك حق غيرك. نعم سأشرح لك هذه النقطة، ولكن قبل أن نتناولها ينبغي أن نقول أن كل جوهر قضية في هذه قضية نسيبة أهم شيء وثير حوله اللغط هو قضية استبدال اللاعبين. حقيقة هذه المسألة هي أن هناك شخص معين قدم إلى وزارة التهذيب وطلب أولا بشكل غير رسمي. من هو هذا الشخص؟ اسمه مما والمما. قدم بأي صفة؟ بصفة ممثل لقناة الجزيرة للأطفال، قال أنه يريد استبدال 5 من اللاعبين. على أي أساس؟ دون أي أساس. لماذا يبدلهم؟ هنا ينبغي أن يطرح السؤال، لماذا ينبغي أن يبدل استبدال؟ طيب ما هي الجهة؟ ولماذا ترفض؟ ما هي الجهة اللي قادرة على الإجابة على هذا السؤال؟ نعم أنا سأقول لك ما تقوله الوثائق وما حصل فعليا. بالنسبة لوزارة التهذيب عندما قدم إلى هذا الشخص المدعو مما وقال أنه يريد استبدال 5 لاعبين دون تقديم توكيل رسمي من قناة الجزيرة الأطفال ودون تقديم مبرر قانوني لهذا الطلب، طلبت إحالة الأمر إلى ولاية نواكشوط الجنوبية باعتبارها المسؤولة. كتبت الولاية وثيقة رسمية أمامي بخصوص استبدال 5 لاعبين من الفريق لا تتوفر فيهم المعايير المنصوص عليها في بنود لائحة البطولة، فإنني أشعركم أن النصوص المتعلقة بالبطولة المرفقة برسالتكم تنص فقط على أن أعمار اللاعبين تكون في حدود 11 سنة أي مواليد 2004، وهو ما التزمت به حرفيا الجهات المنظمة لهذه البطولة. إذن وأمامي لائحة اللاعبين كلهم من مواليد 2004. إذن السؤال مطروح، لماذا تصر بعض الجهات على استبدال هؤلاء اللاعبين؟ هذا السؤال ينبغي أن يوجه إليه. السؤال طب لماذا رفض أنا 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 فقط لماذا رفض أنا أنا أنا, أنا, أنا فقط من خلال أثناء إعداد البرنامج ومن خلال بعض الحوار مع عبر الرسائل طبعا مع الأستاذ الدكتور عبد الله ذكر لي أنت اليوم أنت الآن ذكرتني بها أن هناك بعض اللاعبين اللي اعترضت جيم على أشكالهم، اعتقدت أن أشكالهم قد تعطيهم أعمار غير الأعمار المثبتة لهم في الأوراق، وخافوا من أن تعرضوا مثلا لفحص. هنا كان مربط الفرس، وهنا يجيب على سؤالك لماذا أين هي السيادة الوطنية كيف تنتهي. واضح. قناة الجزيرة ليس من حقها ولا من حق أي كان أن يطعن في شرعية وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا. نحن هذه مسألة سيادية، كل دولة لها الحق في أن تحدد نظمها. قالت وكالة الوثائق المؤمنة ومعلوم أنها تعمل بنظام غير قابل للتزوير ان هذا الشخص مولود 2004، فمعناه انه مولود 2004، اقبلوه او رفضوه. اذا لماذا ترفض الوزاره؟ لان هذا بشكل سابق. لا استاذ سعد بو، هو المشكله ان هذا الشخص اللي مولود 2004 وش اسمه يمنحه عمر 20 سنه، سوف يلعب مع اطفال
فعلا عندهم 9 سنوات 11 سنه وقد يشكل خطوره عليهم. هناك اليوم الفحوصات انا ما نعرف اسمها فحوص جينيه ما نعرف جينيه ولا تحدد الاعمار بالضبط. انت اما اذا كان هناك تزوير في العمر اما ان تتعامل مع الوثائق واما ان تتعامل مع الشكل. اذا كنت تتعامل مع الوثائق فان اعمار اللاعبين كلهم 2004 وإذا كنت تتعامل مع الشكل هذا لاعب طويل وهذا قصير وهذا لونه كذا بترك مسألة أخرى. المهم أن هذه المسألة تشكل سابقة أن تقوم دولة بالطعن في الحالة المدنية في دولة أخرى. نحن نقول هذا الشخص عمره 11 سنة بموجب الوثائق الرسمية وأنتم تعترضون على ذلك. لكن جوهر القضية ليس في الوثائق وليس في الأحداث كما هي. جوهر الحقيقة أن هناك جهات معينة ركبت هذه الموجة وقادت. ما هي هذه الجهات؟ قادت ربما بدون دبلوما. ما هي هذه الجهات بدون دبلوما؟ الشخص الذي ذكرته في بداية الحلقة قلت إنك استدعيته هذا الشخص. من هو؟ أستاذ وديعة ونحن نحترمه. قاد مظاهرة احتجاجية عنيفة أمام وزارة التهذيب الوطني وتم شل العمل في ذلك اليوم وحتى حيطت هذه الوقفة بالكثير من الضجيج وتم تصوير أشخاص ودماء إلى ما هنالك. وفي نفس الوقت هذا الشخص يعتذر عن الحضور لمناقشة القضية إعلاميا مسألة يشاهدها الرأي العام لأن هناك جهات معينة كل ما يهمها هو أن تمتطي أي قضية من أجل أن تصنع لنفسها زعامة معينة لا تضيع أي فرصة كل سواء كانت لقاء مع رئيس الجمهورية أو أي حدث وطني تستغله سياسياً. هذه القضية حمية أكثر ما تحدث. دكتور ما هي أوجه تسييس القضية وكيف أثرت سلبا على الأطفال؟ يعني حرام هذو الأطفال دخلوا في معمعة قد يكونوا لا ناقة لهم فيها ولا جمع. شوف شكرا جزيلا. شوف أنا ذا الموضوع فتقلتني ماني داخل الطريقة اللي عدل بها هذا البرنامج والطريقة اللي تمت بها الدعوة. يا سيدي نحن نتأسف اسمح ثاني مرة حتى لا نقاط وطريقة الانسحابات هذا فتسمعت لها طرف واحد سمعت لها قلت انتم وقالوا ومصدقة كبار يا غير مملي لا احنا عندنا في الفقه نقولوا لا يصدق أحد على دعواه وزينا حجتك لو سركت من حج الصحراء كثير نقول اني انا هون ماني جاي ياك مرة ذاك الفت استضافتني هون وقلت في ذاك قيد صحيح يا غير أنا جاي هون تلبية الدعوة قراتها الناس كاملة مشاها دده عبد الله من قطر لأنه سيواجه ما يعدل معايا مناظرة علنية إليني بيّن لأني في مغالطات وإني وقفت ضد الحراك الشبابي. أي واحد تير مولي نقول أنا ما من اللي انصاف وانتم صحفيين الاثنين على المدة تتكلم عن مدة ما هي حاضرة اللي الصحفي وديع زميلكم وكان يلا نتكلموا عنه نقعد حاضر بغض النظر عن الاعذار اللي قدم. وهون انا لا يندافع عن وديع ولا يندافع عن ذوك المحاضرين لاني انا دوري احقاق الحق وجماعة فيها يلا يخلق فيها لا الحق اختار نقول لاخي زميلي لان وديع ما هو اول قائد المظاهرة دعوة انا واللي عدلت أنا والدعيت وموجود على صفحتي أني نعلمت بالخبر مازالوا الخلطة قاعدين في كافية تينس ومازالوا واحدين أخرين ما فاتوا عارفوا قلت أني جايس وزارة لا نعتصم قدامه وفعلا وديعة مناضل حقوقي وعضو نجدة العبيد ودوره على أنه يناصر القضايا العادلة وأنا فات ناصرني في محاكمتي وأنا دافعت عنه هو إلين ثلاثة الدولة تجرجروا وتجيبوا للنيابة دافعت عن وديعة كما دافعت عن أمينة تومة المخطاء كما دافعت عن آخرون وكما سأدافع عنك أنت وأنت حينما تطالك يد الظلم يا غير بما أننا مع الحق يلا نعود الله مع الحق. أيضا زميلنا ددة عبد الله صحافي رياضي متميز وطني ونهنئه من هذا المنبر باللي قد يحقق النجاح وقد يرفع اسم موريتاني وقد هو من نفسه غير واقعه وهذا هو اللي ندوره احنا يلا لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا اعدلوا في القول واعدلوا في الفعل واعدلوا في الحق. ومن ذيك الاساس احنا نسيبه احنا خايفين من تسييسها باللي فت قلت لكم هون عن ابناء العبيد والخدم عادوا عاقلين وتجاوزوا حاجز الجهل وحاجز وانا معايا
شهادات الا في إدارة الأعمال. أنا هني نعرف شرائك الإنتاج ونعرف وذي الموضوع وذي الوثائق اللي قدم الأخ عندي كاملة، وهذه رد بها هون. أنا اللي نقول هون المقالطات اللي قال خويا، لأن نقول لأن رد فقط على الكتب اللي ينباع فيه الموجب. خطير نقول عن هاي العملية من بدايتها لنهايتها عملية فبرك واستغلال وجني أموال من فبرك. نعم، ولا نقول لأخي اللي كتب ضده الذي أحترمه، لأني لست ضد مبدأ الربح والخسارة، لكن الربح بأخلاق وخسارة بقناعة وليس بجشع واستغلال. وذيك المناسبة احنا إلى اليوم شبابنا تخيرين المناضلين مازالوا يعدلوا المسيرات ويعدلوا الوقفات بهم اللي هاي الملف ما هو عندهم، وبهم اللي احنا قلنا لهم وجهة نظرنا، وبهم اللي انفتحوا لهم وسائل إعلام أخرى وقاتلهم على أنهم يجوا، وأن هذه القضية قضية، وبهم اللي قضية الأحراطين عاد تحصل بها فيزا ويعدلوا منها الأوصاف ويعدلوا منها الصور، وهذا هو اللي احنا ضده. هو الشباب ماني واقف في الطريق انه يعدل المسيرات، يلا يتم لا يعدلهم ويتم لا يحتجوا ويتم لا معتصمين قدام الوكاله وقدام الرئاسه وقدام اداره الامن وقدام وزاره التعليم. ذا قلتوا انا يا غير نعتصموا بحق، لان احنا نواجه الدوله الاستعباديه الاقطاعيه، نظام الاقطاع الاستعبادي، المنظومه النقرانيه اللي لا جزء منها. ولا يلا نبنوا روسنا شعرة، ولا يلا انه بيجا ونمشى في قضيه واهية بين اللي احنا بالسيف قاع الى عاد عندنا حق، وبالسيف اللي عندنا واطن على حجره ما ان اللي نطيحوا من الدوله ذا اللي ندوروا بيناش بين اللي قضيتنا. كل حد عاد يعرف عنها تجاره، وكل حد يعرف اني انا نبيعها وان واحد اخر يبيعها وان الثاني يبيعها، وهذه الصفه النمطيه اللي عاد مقبوضه عنا يلا نغيروها. هذا هو الوسانه قلنا تصحيح المسار، وهذا هو الوسانه قلنا مراجعه فكريه. وبالتالي انا اعطيك مثال واحد على المغالطات. شو زميلي دده يعرف عن من شروط تنظيم البطولات المدرسيه، ويعرفوها هم اللي الوزاره واللوديك اللي هو المدير المساعد اللي هو اللي كان مكلف بفتح هذا الكونت اللي تكلم عنه الاخ واللي راهو فهم توقيعه، يعرف عن تنظيم البطولات المدرسيه. واحد من شروطه عن الفرق الاخرى تعود مشاركه تعود 500 كيلو من البلاد. شوف هما اش قبلوك جوجت ما هي 500 كيلو 250 كيلو، وقبل أطار ما هو 500 كيلو 475، وقبل ألاك ما هو 500 كيلو 250 كيلو، وقبل روسو ما هو 500 كيلو، وقبل كيهيد. تعرف علاش؟ ها؟ لا ألا خايفين لا يمثل عليهم من تركة العبيد والخدم؟ ما بين يتخطاوا 500 كيلو لا يقولوا طز في نقر كيفه، وين يتخطاوا 500 كيلو أخرى هوك لا يقولوا طز في سيدي بابي، وني يقولوا 500 اخرى كي لا يقولوا طاز. اذا هذا ما كان نزيه. من دراي كان زميلي انا دده عبد الله ما يعرف بحكم خبرته كمراسل للجزيره في برازيل ما يعرف عن هذا خرق. ثانيا تركت الاحراطين من جيت انا المدير مدرسته مجبرت عنده 883 طالب فيها 400 وشي ما عندها كتب خلاقه. قلت له ذا علاش؟ قال لي انت صقع منك مناضل، انا نطلع تركة السودان نقريهم. تقول لي انت علاش؟ هذا قال لي ابواتهم ما محاصين وماتهم ما محاصين، وانا ما نقدر اخليهم تخسر قرايتهم. هذا هو الوساني طالبت انا ذاك الراجل يلا يكرم. بين اللي نحن يلا نفهم على ان ذل ندوروا الكرامه، ندوروا الشرف، ندوروا الصدق. والاحراطين عندهم ياسر من المشاكل. بدل من يقبضوا الكاميرات ويدفعوا اله، والله اله يقيسوا كلينيك هي قريب ملان من اليد العامله، يقيسوا الطب لوفتر ناسيونال ملان من الناس مزارقه قدامه من الاحراطين ومن المعلمين وفطن من البيضاء. طب يدفعوا شر داخل. اذا احنا ما لنا فاصلين في نكذبوا ان الوقت، ولا لنا فاصلين في نفبركوا، احنا فاصلين في الحق، وقضيتنا حقيقيه وعادله، ولا نختار نبنوها على باطل. ياك الين يفوت الامور تاتو فنجر يلحقنا قاعدين على القضيه منه. لا نقول لك قال من ترك الحزم ذل، من ترك الحزم ذل. احنا علاش انتصرنا في المحاكمات؟ بين اللي اصحاب حق وبين اللي ما انا اصحاب سوابق، وبين اللي مواطن الرذيله ما نجوها، وبين اللي ما نقبلوا التامر لا على الوطن ولا مرقبوا.
هذا هو الوسانة نرقب أصواتنا معتزين واثق الخطوة يمشي ملكا، هذا هو الوسانة. وبالتالي ما يقوم حد وفبرة قضية ويقول أنا لا شركة إنتاج ومسؤول لوجستيك، شنو أنت شركة إنتاج يا غير الجزيرة مشيت مراقب وعطاهون 20 نهار يزقنن هون يتوسط بين الوزارة والقناة والمنتج، وعقب ذاك في وسطاء آخرين من داخل لجهزة الإدارة هون، في سيدة توسطت له هو صحيح. المنتج صحيح. من نفسه توسطت له شور با عثمان صحيح، ذن احترمها واحترم با عثمان يا غير هذا. وهذا هو الواسطة با عثمان يوقف الملف لقلت وانا سعد الوليد والنافع، واضح. والقضية ما هي بالشكل هذا، أنا لو كانت لي القضية على بابها ما قد حد ينقص يشير حراطي ولا يشير وقار ولا يشير في طنبيضان ويسلك منا في موريتاني يا غير مالي، ما قد حد يقبضنا من قفانا ويعدل نمطية كيف اللي خلطت على سوريا ذي وضعيتها شني سببها نفس الشيء شي من التركة في مدرسة إجاهم حد وعلمهم شو من الكلام قاموا يكتبوا على الحيوط نهارة سوريا واضح انفجرت. خلينا دعني دكتور انتقل فقط ل إن الله لا يستحلنا الحق الأستاذ سعد بو. هناك من يقول أن قبل أن يترك الملف للشركة المنتجة جربت جهات في الوزارة جميع أنواع محاولة الاستيلاء على الملف أو حتى التحايل عليه من أجل منافع، نعم. وبعد أن يئست من وضع العراقيل أمام الشركة المنتجة وأمام المنظمين أخيرا سلمت من أمر الواقع بعد ما ذكروا حرطنوا الدكتور، نعم. كما قال الدكتور حرطنوا بدأت جهات إعلامية تحرطن، نعم. أولاً هذا أنا أولاً أهني أنا فقط أقلكم الدكتور على شجاعته بالقول أن القضية إنها ما هي قضية عنصرية ولا تتعلق بلون البشرة، عكس ما ما قلته بشكل لا أنت كتبته وحتى الآن واضح معناه أن أؤكد لك أن وزارة التهذيب ليست هناك أي جهة في وزارة التهذيب حاولت التحايل ولا تلاعب بهذه القضية لأي سبب. على أي أساس تأكد؟ على أي أساس تأكد؟ وأكدها بالوثائق، لو كان الوقت يسمح بها لدي الوثائق كان المراسلات من بدايتها إلى نهايتها، جميع الوثائق تؤكد أن وزارة التهذيب كانت متجاوبة مع القناة وبشكل رسمي، وهناك مراسلات وموثقة وانسحبت من الملف أو على الأقل أغلقت الحساب البنكي عندما تم تكليف الشركة شركة خاصة بإنتاج البطولة والإشراف عليها من ناحية لوجستية. لكن القضية ليست هنا، القضية يعكي وشارها الدكتور هي في البروباغندا والدعاية الإعلامية، يعني هناك مسألة ينبغي أن نشير إليها، وهي أن هناك بعض الجهات التي تحاول لي ذراع الدولة والحكومة، دائما الحكومة خائنة ودائما الوزارة متهمة ودائما متآمرة والطرف الآخر دائما نزيه وطني إلى غير ذلك. وفي المقابل أيضا وزارة التهذيب وضعت العراقيل وبالتالي نحن قادرون على لي ذراعها وإجبارها على إرسال أبنائنا إلى الدوحة. يا أخي في النهاية القضية حتى لو افترضنا جدلا أن هناك سبب وهذا لا تؤكد به الوثائق سبب غير طبيعي وهناك عرقلة، المسألة ما يكبر من قدها. إذا لم تشارك موريتانيا في بطولة كأس الجزيرة في الدوحة ما يطيح اسمها للتراب، وهناك دول حتى تمنع مواطنيها من دخول دولة أخرى، وهذه مسألة سيادية ولأسباب مختلفة. لا لكن لا 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 عفوا، نعم. لكن إذا كان هذا المنع سببه أمور مثل العنصرية أو مثل هذه فضيحة، أنا هذا أرد على من يزايدون على الوزارة أو يزايدون على وطنيتها ويتهمونها بالتحايل. قلت لك أنه جميع الوثائق تؤكد أن وزارة التهذيب تجاوبت مع هذه القضية، والمنع والعرقلة والتحايل جاء من هذه الجهات التي تتهم الحكومة، بدليل أنهم أصروا على استبدال 5 لاعبين رغم أن الوثائق تؤكد أنهم في السن القانوني، وهنا رفضت الوزارة. لماذا ترفض؟ لأن هذا سيشكل سابقة، يمكن ترسل موريتانيا فريق في المستقبل لأي بطولة يقولون نعم سنهم دون 17 ولكن إن شاء الله هم كبار لا بد تعطونا واحدين آخرين. طيب بالتالي هذه طيب أنت كلامك يناقض كلام حتى الوزير، نعم. الوزير استعرض لائحة
في مؤتمر الصحفي وذكر ان فيه مولودين سنه 99 وفيه مولودين سنه 2001 وفيه مولودين سنه 2002 حسب وزير الناطق الرسمي باسم الحكومه. انت كيف تثبت انهم 2004؟ يعني انت ملكك اكثر من لا 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 انا ذي الاسماء الاسماء الفريق اسماعيل واللمين خلاق 2004 في الميناء، والحسين والصبار 2004 في الميناء، محمد والسيدي 2004 تجنين، محمد والسيدات 2004 الميناء، البشير والتراد 2004 الميناء، حمادي والعلي 2004 الميناء، عدنان ومحمد الامين 2004 في الميناء، ابراهيم والعبد الله، اذا 15 كامل الخلاق 2004. اذا ليست هناك اي ليس هناك اي تحايل في هذه القضيه. ما هو غير مفهوم هو اصرار الجهات الخاصه على استبدال خمسه لاعبين. ولماذا ترفض الوزاره؟ قلت لك لان الوثائق تؤكد ان هؤلاء سنهم القانوني سابقة في السن المسموح فيه، واذا استبدلته ستكون هذه سابقه. لكن ينبغي ان تتجاوز الى الشق الاخر. ما نحن القضيه انتهت الان، قناه الجزيره اصدرت بيانا واذاعته وشكرت وزاره التهذيب على تجاوبها، ولم تقدم القناه اي اتهام او لم تتهم اي جهه موريتانيه بعرقله الملف. لماذا يكون هناك البعض جزيري اكثر من الجزيره اذا جاز القول؟ ثانيا، لماذا كل هذا الزخم الاعلامي والتضخيم ومحاوله زعزع؟ ما الذي يستفيده اطفال نسيبه من تعطيل العمل مثلا في وزاره التهذيب او المواجهه مع الشرطه؟ ما الذي يريده هؤلاء؟ هذه القضيه تماما مثل اغلاق بعض او تعليق الدراسه في بعض المؤسسات التعليميه لاسباب اداريه، يقوم البعض ويحاول لي ذراع السلطات وفتحها بالقوه ويحاول ان يسجل لنفسه نقاط في معركه حتى هو لا يدري ما الهدف منها. ينبغي ان نؤكد ان هذه القضيه تم اختطافها اعلاميا وتم استغلالها سياسيا وحقوقيا، شئنا ذلك ام ابينا. الاعلام نشر وثائق ومعلومات غير دقيقة. الإعلام أيضا حاول حتى بعد انتهاء الفترة القانونية. أنت عندما تقول الإعلام ماذا تعني بالضبط؟ الإعلام إعلام في إعلام عمومي، في إعلام لم يشارك في القضية، في نحن نتحدث عن الإعلام الذي يتناول هذه القضية لا يمكن فصلها. احنا نتكلم بصراحة ونحن موريتانيين، اللي أنت ترجع لمدرسة نسيبة، شنو هي مدرسة نسيبة؟ وشنو هي علاقة وديعة بمدرسة نسيبة؟ هناك الكثير والعشرات من المدارس ربما تعاني من مشاكل، إيجاد حلول لها أهم من إرسال أطفال للإقامة في فنادق في قطر والعودة، لكن هذه المدارس ما يذهب لها طيب أحد. أستاذ وديعة قد يكون هو الوحيد المتضرر، هو الأطفال متضرر بصفته ماذا؟ متضرر تم وقف برنامجه عقابا. لا 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 لا, 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 لا انا لا اوافق بان ايقاف البرنامج في الصميم جاء على خلفيه مدرسه نسيبه. بيان هذا واضح وعدد اسباب معينه واحداث معينه. تصدق انت تصدق بيان هذا؟ وانت تصدق دعاوى الطرف الاخر؟ لا، انا اصدق ان ما قام به الرجل مارس ممارسه الحريه الراي. لا انا لست طرفا في ادنى حدودها، انا لست محكمه ولست مجبرا على ان اقول انني اصدق. انا اريد ان انقل كلام استاذ سعد. قلت لك ان دكتور سعد هناك من هو جزيري اكثر من الجزيره، والاعلام هو من صنع هذه القضيه وتلاعب بها وتحميل استاذ وديعه كل اوزار الدنيا. شوف، احنا في موريتانيا عندنا مشكله، عندنا مشكله الانتماء يا وجار، الانتماء للارض، الانتماء للانسان الموريتاني، الانتماء للحضاره، للتاريخ، للدين. ولذلك لا اللي منا ما هو جزيري تراه ليبي ولا عراقي ولا تونسي ولا سنغالي ولا مالي، يا غير مانك لا يطرح حد يقول لك انا موريتاني موريتاني. وهذا خلل في التكوين، خلل في النشأة، وهذا هو الوسانة دائما نطالبه بإعادة التأسيس. احنا فاصلين في نحيو قيم الإنسان، قيم المواطنة، نبنوا دولة المواطنة، دولة يعود مواطنينها يفتخروا بها. وذاك ما قد يخلق ساق منفعة الدولة عادلة، ساق منفعة العدل هو الذي يجمعنا وليس اللون أو العرق أو الجنس. وبالتالي شيء طبيعي إذا رأيت واحدين هون جزيريين أكثر من الجزيرة، واحدين إسلاميين أكثر من الإخوان من البنا، وترى واحدين أخرين
قوميين اكثر من عفلق وغيره، غير ما كلا يطرى واحدين موريتانيين اكثر من الحاكم. الحاكم يزول والديمقراطيه لعبه، لكن الوطن حقيقه لا يجوز التلاعب بها. وهذا ما انا قايلين هنا، كان حد يقولنا ان وطنيين ذا قايلين، لان هذه قناعتنا، لانها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هي منين هذه الإنكار عن هذا؟ اللي رجع اللي انشأنا عليها وحبينا عليها ورضعنا عليها. وبذيك المناسبة هذا هو اللي خلاني مبكرا انتفضت. ولولا أنني لا أرد على الأسير، ولولا أنني لا أرد على الغائب والمريض، قيما أخلاق فيانا من نفسي، ها؟ لقلت في هذا الموضوع ما لم يقله مالك في الخمر. يا قير الخلطة ما مهو، وراني أنا بعد هون جيت وشهدوا عليها الموريتاني، ويشهدوا عليها ذوك اللي كانوا يبارتاجوا في الفيس، ودوري الليلة للدفاع عن وديعة هي اللي هذا الراجل اشتركت معاه تاريخ من النضال، وبي اللي ما هو حاضر واضح، وبي اللي اعتذر عذر اجتماعي حسب كلامكم. صحيح. وبالتالي هذا هون صار، نختار نتقدم شو الموضوع، نختار نقوله عن مادة تناضل عن الحق وعن الحقوق، يا الله تعود هي قابلة لأن تسمع الحق والحقيقة. احنا ما نقدر نعود نناضلوا عن الحقوق بالباطل، ولا نقدر نعود نناضلوا عن الحقوق بالكذب، ولا نقدر نناضلوا عن ما هو فسر لنا. أنت تقول كثير من اللغز، انا لا باطل. شوف انا كلامي ما هو لغز. اولا انا سأسألك سؤال مركب. ايه هاي الدبلوماسيه وهذا الاسلوب الظريف يعني يكاد يذوب ادبا، من اين السعد الوليد؟ احنا اتخذناه حقيقه. شوف شكرا، هذا السؤال في طرحته لي وتبان ما انك مفصل معاه. صحيح، لاني ما تجبرت. لا نجاوبك، ندور نجاوبك رايك ونجاوبك نين تفهموا يفهموا هم للمشاهدين. تقط قص زي تاقه كره بلو تعرفه، مالك تعرف ان واحد يعود كان مهاجم اتاكا بكلام البالون. انا كنت اتاكا في حركه ايران، كنت راس حربه، وبالتالي رافد على رقبتي هذه هموم المهمشين والمحرومين والمطحونين، ورافد همهم في قلبي، لاني انا نعتبر عن كل من ينطق ويكتب ناطق باسم لالاف من المهمشين والمحرمين والمحرومين على هاي الارض. وبالتالي ما كان في مجال للضحك ولا للاستكانة، ولاني في المناظرة قدامي انسان يدافع بالباطل هم ويقنع به الحق، فهم؟ ومولانا قال فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. نص ما انا قايل انهم مشركين، يا غير بعد قايلين عن الحق ويعلو ولا ضرك. انا كنت مهاجم وضرك اتاكا، مهاجم اتاكا نفسه. لا لا، كنت اتاكا وضرك الدفانسير، قصدي معناه اني عط ظهير مدافع، مدافع عن القضيه. يعني القضيه لم تعد بحاجه الى مهاجم؟ لا بحاجه، المهاجمين الحمد لله ياسرين، وراهم عبروا عن رؤوسهم. يا من هم المهاجمين؟ شفتهم في المؤتمر الصحفي، اشبال ونسور ابناء العبيد والخدم، أشبال ونسور الحراطين، أشبال ونسور أبناء الفئات المهمشة والمحرومة. نحن نخلق أجيال ونبني لحاضر ومستقبل مشرق يضمن موريتانيا متصالحة مع ذاتها. وأنا حسهم قالوا إني شيبنت ودقدق راسي، وبالتالي يلا نرجع لورا ونعود عدت مدافع، عدت حامي القضية، حامي القضية من الاختطاف، حامي القضية من الانحراف، حامي القضية من الاستغلال، من ضمنه هذا الاستغلال اللي ذهو. هذا هو دوري وهذا هو واجبي وهذا هو اللي قريت له وهذا هو اللي تعلمت له. ولا لا يركب حتى ضيق الاعصاب. اي استغلال؟ استغلال مالي، 45 الف دولار تتنازع عليها مفسدين في وزاره مع شركه منتجه تريد الربح والخساره وهذا حقها. الاستغلال الدبلوماسي، فيزا وما فيزا وما ادريك ما فيزا. فسر لي فيزا. فيزا شوف ومن صار ضريب عندهم شنو قالوا حقوق الانسان مهم عندهم، باللي المجتمعات اللي تقدمت تراجع دور الدولة وتقدم مقابله دور المجتمع المدني، وبالتالي يدعموا المجتمع المدني. وطبيعتهم قال مولانا عنهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.
ذلك بانهم منهم قسيسين ورهبانا وانهم كانوا لا يستكبرون. هذا قله الاستكبار عدرتهم يتعاطفوا مع القضايا العادله كامله وعلى بابهم. الين تخلق منظمه وتعود عندها ثقه يعودوا البيضان. انا في امريكا نعرف بيضان فم قالوا انهم عبيد اولاد شيوخ اولاد شيوخ من اهل الله راهم فم قاعدين كلها قابل كارت ويقولون واحد النيره. طيب في قضيه المسيبه ونعرف ونعرف كوار المسيبه هذا غير نعرف كوار يقولون انهم عبيد فم والناس كامله عاد تراكب هذه القضيه وكيف راكبتها في فرنسا. وهذا احنا ما نضل شو هذه القضيه ناضل من اجل هالشباب خيرين بما في هذا اللي يتظاهروا ذاك وناضلوا من اجل الاباء وهي ملك للشعب الحراطين وملك للشعب الموريتاني غير ما هي عليه ولا هي ضده. هذا ولا الله ينفهم ويا الله ينفهم لنا ما هي تجاره ما هي بوتيك ولا هي بقاله. هذا هو الفرق بيننا هذه هي القضيه. وبالتالي انا ما عندي شيء ضد الاخ الدده بل العكس احترمته جيدا من خلال اسلوبه اللبق. ولا غير عندي شيء ضد لانه هو مؤتمن ما دام يعرف انه تركت الحراطين وما دام يعرف انهم لا ينظلموا كان هو ما يالله يخليهم ينظلموا. وكان يالله التقرير اللي مشاه لقناه الجزيره ما يكتب الهذين هذا تركت الحراطين وراه هي الدوله بات تمشيهم بهم انهم حراطين هذا دليل كتب له فيه نظرا لاجراءات اداريه. وبالتالي انت ما يقدر يعود شر الجزيره الخلل اجراءات اداريه. الجزيره مشات مبعوث كتب له انه اجراءات اداريه وهو تقرير كان عنه اجراءات اداريه ويعود هون عندنا في مارس كابيتال وفي سيزيوم تركت الحراطين أراكو بيتو تخلاه بيكون الحراطين. انا متعاطف مع ذوك التركي ومتعاطف مع اماتهم غير متعاطف معهم. انقل هذا انصر اخاك ظالما او مظلوما. دكتور مظلوما اقبض له حقه ظالما وضح له انه ظالم وضح له انه راه ولا يلتعب به ولعب به الماكينه الاعلاميه. طيب انقل كلام دكتور الماليه والمال الخليجي انت سمعت هذا الكلام. الموضوع عباره عن فبركه وتلاعب انا اولا اعتقد انكم انحرفتم عن موضوع الحلقه. جئنا لنناقش موضوع النسيبه. احنا في النسيبه تحولت ولكن دكتور الى عنتريات ودفاع وهجوم وإراء وقوميه والى ما لا لا, لا, لا احنا كل هذا نطاق. انا لست هنا للهجوم على وديعة نسيبه. اذا كان الدكتور هنا للدفاع انا طالب لست هنا للدفاع عن الهجوم على وديعة اذا كان هو نصب نفسه مدافعا. انا لا انصب نفسي مهاجما. قضية العنتريات وإلى غير ذلك والخطب وهذا فأنا أيضا أربأ بنفسي عنه. ما أؤكد لك أنه ينبغي أن تناقش السؤال جوهري. افترض الدولة وزارة التهذيب منعت هاو الشاشة من يقيسوا قطر لماذا؟ على مدة 45 ألف دولار. هل فيكم من يصدق أن وزارة وأمين عام تقلد يعني تقاعد شيء 30 سنة من خدمة في الأمم المتحدة وما بقات وظيفة زينة ما عاد عليها وزير اللي خاصة القضية كاملة عمل 45 ألف دولار. والله مولي هناك عاقل يصدق ان وزاره التهذيب منعت الشاشة انه يمشوا لانهم حراطين. اي عاقل يمكن ان يصدق هذا؟ وهي وزاره تشجع تدرس في الاحياء. فقط سؤال. نعم. وما سبب هذا الكب من التهم اللي وجه الدولة في هذا الموضوع والتلميح الى ان اصل القضيه لان اطفال كل القضيه تدور حول نقطتين. النقطه الاولى هي ان هناك خطا وتحايل قامت به بعض الجهات الخصوصية. ما هي هذه الجهات؟ بعض الجهات التي طلبت استبدال هؤلاء اللاعبين. الجهات التي أولا طلبتها بدون توكيل رسمي من قناة الجزيرة وحتى لو كان هناك توكيل رسمي فهذا طلب غير شرعي. هذا هو الموضوع بعد ما انتهى اليوم. نعم هذا النقطة. دعني الموضوع اليوم عند هناك نقطتان. النقطة الأولى هي أن هناك بعض الجهات طلبت امورا غير شرعيه والحكم والوزاره الوصيه اعترضت عليها وهي استبدال هؤلاء اللاعبين والاسباب وجهها وشرحناها. النقطه الثانيه هي الاستغلال السياسي والاعلامي ان هناك جهات داخليه ما هم ان يتعيث حد ما عدلت هي من قضيه همها الوحيد هو ان تستغلها وان تجري ريعها سياسيا واعلاميا وعقب ذاك فلتذهب نسيبة الى الجحيم وغير ذلك. هذه الجهات اللي تتلمح لها نعم احزاب نعم مجتمع مدني ما هي بالضبط؟ حتى الدكتور قال ان هناك بعض الجهات التي تتاجر بالقضايا وتزايد بها. نفس هذه الجهات ايضا هي التي ترفع شعار هذه القضيه وبعد اسبوع او اسبوعين ستنساها وسترميها الى الوراء وتبحث عن قضيه اخرى. قبل النسيبه كان عندنا معهد ورش وكان عندنا اتهام الحكومه
والوزارة بمنع إرسال طلاب إلى تلاميذ إلى قطر، اشنع منه اتهامها بمحاربة القرآن وبشن حرب لا هوادة فيها على الإسلام. بعد ذلك أيضا تركوا هذه القضية وذهبوا إلى نسيبة وركبوها لأنهم يرون أنها وضربوا على وتر. طيب نعم. طيب أنت باختصار نعم. بوجهة نظرك نعم. تعتقد أن الوزارة لم تقصر في هذا الموضوع ولم ترتكب أي خطأ في هذا الموضوع؟ نعم، بكل تأكيد الوزارة لم تقصر في هذا الموضوع ولم ترتكب أي خطأ، بل الوزارة وقفت في وجه حصيل خطأ. تصور معي أن وزارة التهذيب مثلا استبدلت هؤلاء اللاعبين رغم أن الوثائق المؤمنة تؤكد أن أعمارهم قانونية. بعد الصبح مولي قدشونا يقولون مولي استبدلوا هذا أيضا لأن وثائق، والصبح اللي تخلق بطولة وتمشي لها موريتان فريق قد هذا كلام سابقا قلته. هذه سابقة. إذا الطلب وجهي دعني فقط أقول هذا كلمتك الأخيرة دكتور. الوزارة لم ترتكب خطأ في الموضوع، الناس تجنت عليه. يا خاص لا ارتكبت. شوف أنا أولا نختار نقول زميل لأني أنا هو من جاي من مناظر، لا لا لا، وبالتالي ما هو مسؤول عن تعليق على نعدل. يعني انت علقت انا قلت له هو اني انا هون باخلاقي ومبادئي تقول لي عن الغايب والحق والما هو موجود. انا ما رد علي، انا هو قال في ما لم يقل مالك في الخمر يقير ماني رد عليه، وصاحبه كان ميعدني هون نوني نجي لموريتان وراعيني قاعد هون يقير. احنا عندنا اخلاق في السياسه، اخلاق وفي الصحافة أخلاق، وإحنا نمتذلوا ذيك الأخلاق كاملين. لا يعود ذي الكلام اللي قلت اللي راجل أنك تسحبوا العنتريات. أنا نوعي ما يعنتر، أنا نوعي أقول الحقيقة وأنت تعرفني، تعرفني فت قلت لك الحقيقة وتعرف أني لا أقول إلا دكتور الحقيقة. عبر عن الموضوع دكتور في الموضوع الحقيقة من وجه نظرك أنت لا الحقيقة ما هي دكتور. وبالتالي لا نرجع لسؤالك. شوف الوزارة في مفسدين وفتحوا الحساب وقالوا الناس يمشوا لهم في الفضاء ونينا باو يمشوا لهم في الفضاء. لا هذه معلومة، هذه تماما أرجوك وأنا أستسلموا. هذه الأسطوانة المشروع سوف ننتقل بعدين ننتقل لك ووضح وجه نظرك. تفضل تفضل دكتور. أنا ماني أدخل معاك في النضال، البحث اللي له أنا هو فتعدلت ووفيت أخباره والقايل فيه فتقلته واضح. وبالتالي الخلطة كاملين المنتج والماكينة اللي وراه المال الخليجي السائل المتدفق على هاي الأرض والعين من الطينطان إلى عين فربة مالي الدنيا بيسريات، وهو اللي يعقب يجيب لنا الكراكر. وهذه المفسدين في الإدارة الموريتانية هم اللي تلاعبوا بتركتنا احنا. أنا هون دافع لا عن الحقيقة وندافع لا عن الحق، في تلاعب في التركية، وإذا التلاعب تم تحت الطاولة إلى الحق مرحلة وخلق فيه انسداد. شوف هي الجزيرة طلبت استدعاء الفريق الثاني، لماذا ما ينجاب الفريق الثاني؟ لمن العامة أي فريق؟ الفريق الثاني اللي هو فريق قطار. لمن العامة وجهت دعوة للفريق قطار وبعد لحظات تراجعت عنها. ما السبب؟ الله أعلم، ذاك أنا ماني باحث عنه. أنا المهم مبين الخروقات، ولذلك احنا لازلنا طالبوا بتحقيق في القضية. اختيروا يعدل فيها تحقيق ما داموا المنتجين ينسحبوا من البرامج والإعلاميين عندهم عذارهم والخلطه قاعد جايين لا يدافعوا يقولوا عندي عن سريات. ما هي الجهات المؤهله؟ احنا بعد قاعد ما هي الجهات المؤهله للقيام بهذا التحقيق؟ للدعاء العام. احنا لا بده يعود في دوله قانون، لا بده يعود انا يقدر يرفع علي دعوه، لا بده يعود مثقف في موريتاني يقدر يرفع دعوه ضد اي مواطن. للدعاء العام ينقالوا المحامي العام. تقدر تقولوا انتم بروكيرير في نظام القانون الفرنسي، ينقالوا لافوكات جنرال. ويا الله مساله كامله تمس مواطن كي تركت نسيبة وكيف مواطنين اخرين وكيف انا وكيف انت، عندنا الحق نحركوا الدعوة العمومية. وبالتالي هذا الملف يلا يفتح في تحقيق، والمفسدين اللي عادوا في الإدارة ينكم شو ينسقوا في الحبس. حبس اقوى مليان من الناس في اللي مظلوم. ومن هذا المنبر نقول لرفاقي كاملين اللي اشتركت معهم فترة السجن على اني مآزر ومتعاطي معهم والمظلومين معهم، يا غير يلا نشدوا اليد على الظالمين ويلا يخلق تحقيق. ولا يلا انتم نربوا لي كانسير ونربوا السرطانات ونخلقوا من شيء ما هو خارج قضيه. الراجل كتب لي بيان قال لي انا ابحث عن الربح والخساره، منين نجي لموريتانيا ندور نجابر معك منين يحيى من حي عن بينه ويهلك. انا ساموت على الحق واقفا قائما، واضح
واضح. وهذه القضيه ما جيت متنطح لها. واضح واضح. طيب. ورفاقي دوك ما مازالوا يتراصفوا بالرغم من مواقفهم اللي في الحقيقه بعيده عن ذي الحقائق، وهو على الاقل نصربوا الوثائق لزميلنا موقع صاحب موقع الاخبار، كان يلا موقع الاخبار ينشر الوثائق. لماذا يكتفي بمقال؟ لماذا ما ينشر ذي الوثائق؟ لماذا ما ينشر ذي المراسلات؟ بلي هاي المراسلات وهاي الوثائق اللي تنتشر ها؟ يدور تظهر الحقيقه؟ شوف نقول لكم حقيقه. شفتوا الاعلام هذا تراعوا فيه؟ خطير، سلاح ذو حدين. اعطيني اعلاما واعي قويا نعطيك مجتمع ناضج. واعطيني اعلام بشمرقي انتهازي يبحث عن فضاء ويبحث عن زبونيه ودخل شيء نعطيك امراض وبلاوي وكراكيه. ومن هذا المنبر لان وجد من هذا نقابه المحامي نقابه الصحفيين والاعلاميين انهم يمتثلوا من ذاك الشرف اللي عرفوا. وراني مولي متعاطف مع الاخرين في ذاك المجال. وهذه القضيه يا اخوان انا كنت شاك انها يلا تناقش مع الناس اللي ربحوا على ظهور تركه العبيد. الناس قبضوا الفضاء. الناس اللي ذيك الفضاء كانت تحول للكونت اللي انقفل وحولت شر كونتهم. الناس اللي جابوا التركه كاملين خلال 2004 ونيت اللي يحقق فيهم انجبروا فيهم فعلا وحدين 2001 و2002 و2003 و2004 بهم اللي اهلهم مشاو قاعوا عراو تركيا. اهليانا معذورين لان جهلاء لانهم مساكين فقراء لان ذو تركيا حق وحلم ولا يلا ينكسر في هذا الحلم. ومن هذا المنبر نطالب وزاره الشباب والرياضه على ان تعدل حمله ترفيهيه او يوم ترفيهي او بطوله ها يحضروها المسؤولين الساميين ان قال له بطوله اشبال نسيبه ويلعبوا في ذو تركيا ويكرموا وتكرم ادارتهم وينطوا هذا الملف. هذا هو اللي ظاهر لي واضح ويحق مع الاخرين. دكتور دعني انتقل للاستاذ سعد مو. الدكتور يطالب باجراء تحقيق في الموضوع من طرف النيابه العامه او الادعاء العام، هل تعتقد ان هناك ما يستحق هذا التحقيق؟ انا اؤيد اجراء تحقيق موضوعي وشفاف، لكن في علاقتي وفي اتهام الموجه لبعض الجهات باختطاف هذه القضيه واختطاف اطفال نسيبه واستغلالهم لاغراضه السياسيه. هنا ينبغي ان نحقق وينبغي ان نبحث عن المعلومات الدقيقه. وهنا ينبغي لهذا البرنامج ان ينتهي ان الوقت انتهى. مشاهدي الكرام طبعا انتهى وقت البرنامج. باسمكم وحي ضيوفي الدكتور سعد الوليد نائب رئيس حركه عراء الناطق الرسمي باسمها، والاستاذ سعد مو الشيخ محمد المدير الناشر لموقع الوسط الاخباري. كما اشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم واتمنى لكم نوما هادئا هانئا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.